figure number one, un étudiant. Mazal kirdé licence fondamentale théo informatique de gestion. Kirdéha min faculté de Jeanneau. Donc tahiya Jeanneau, s'il vous plaît déjà. Azel Abidi, mesdames et messieurs. Sans trop tarder, je vais le laisser Hoa se présenter ou Shakir comme ou Ismaou Belkde, Ismaou Bouzni comme Ismaou Kalb Kouzel. Merci beaucoup. Bonjour à tous, comme Azel Abidi, étudiant doté d'une licence informatique appliquée à la gestion en fac Jeanneau. الحقيقة فرحان برشا اليوم أني نكون معاكم سيرتو أن معناها الأوكازيون هذي جات على ديرنيير مينوت سيتي اون بروبوزيسيون دو مدام أمل لحول إل ما أنكوراجي دو تونير إيسي كوميتون سبيكتاتور دو ليفينمون إي جو مي تروفي مينتون كوميتون أن سبيكور أجوردوي. نحب زاد نقول للناس الكل يعطيهم الصحة اللي جو وحضروا ويحبوا يكتشفوا سو جور ديفينمون خاطر ليزيفينمون كيما هكا مهما كانت لو اورغانيزاسيون بارفيت مهما كان الوزن على السبيكر اللي باش ينجحهم هو انتم فماش غيركم انتم. اليوم الحقيقة إلى حد اللحظة هذه مازلت ما نعرفش وشنيا نحكي خاطر ديما في الكونفيرونس والإيزيفينمون كيما هكا ديما نقول كي نخسر الوجوه النيرة هذه انسبيراسيون تجيني وحدها. اليوم قبل ما نبدا في السبيتش نتاعي ويسك جو سوي لو بروميي سبيكر لهنا حبيت نبدا بقصة صارت لي اليوم الصباح في المحطة مع صاحبي صحنون المناسبة نحب نحييه برشا برشا. حكاية المحطة وأنا نستنى في الميكرو مع صحنون نستنوا في مدام أمل باش نمشوا مع بعضنا ونجوا الإيفينمون هذا. جات مدام أمل سلمت علينا وكذا ادت لي الوردة هذه. كي سألت على الوردة هذه قالت لي نحبك أعطيها للي تحبهم. En fait, je fais toujours des recherches à propos de tout type de plantes et j'ai soudainement découvert que la couleur blanche et rose signifie la confiance. Directement, ça a eu un flashback à Zen qui fait chausser l'étape heavy, à Zen, mon seul l'étape heavy, Ben Farah. ومش خاطر يخدم وحده ومي خاطر فما عباد امنت بيه للاخر وزاد باش يوصل للي يوصل. الحقيقه سو جور دي كونفيرونس ديما مهما كان السبيكر اللي يجي لهنا ايا كان مهما كان عمره مهما كان السبيسياليتي نتاعو عندهم بوان كومان اللي هما الكل يبدو من بوان زيرو. Pourtant, même l'esprit, il fait un cas particulier, et même bitch, moins zéro. Bitch, mais t'as fait ce on va se récompenser. En fait, ça a eu une sorte d'accident au LED, où j'étais parmi les enfants qui ont ce qu'on appelle insuffisance motrice cérébrale. L'insuffisance motrice et les bras, c'est une maladie nerveuse. Parmi les dégâts, c'est en quelque sorte et des fémurs musculaires. En ayant l'arbre, ça a été une chose qui m'a dit mon mochi m'a acheté. Pratiquement, en ayant acheté 50 billets de mon cerveau, je me suis dit que je me suis dit que je ne suis pas allé. اي ديفيكولتي ميم حتى في الكلام وحتى في معناها حاجات نجم اي واحد يعملهم قبل باغ اكزومبل في الصغر
ما كنتش نتكلم جملة. ديجا لي دكتور الكل كانوا متفقين اني يعني باش اطلع بالكوش، ولي دكتور الكل اتفقوا اني ما نجمش نقرا. وحاجه اخرى انه لي دكتور كانوا يتوقعوا انه ارتي من جسمي باش تكون فونكسيونونت، و افكتيفمون لا بارتي غوش دو مون كور فونكسيون بلو بريسك، معناها بريسك لا بارتي روات هي اللي مازالت حيه فيا. لكن زاد مشكل بارتي روات مازالت حيه فيا، فما حاجه مهمه برشا يعرفوهاش العباد اللي هي الكلب. الكلب راهو قوي برشا، الكلب راهو عنده بوتونسيال غير عادي، ينجم يوصلك لبعيد بعيد. ولهنا نحب نقول كل حاجه بالنسبه للي بارون اللي عندهم لي زونديكابي، ولا حتى اذا كان تعرف جارك ولا نعرف قريبك اونديكابي. في تونس مالوريزمون عندنا مشكله تاع مونتاليتي، لي زونديكابي ما يتفكروهم كان في المناسبات الوطنيه يهبط لك وزير ولا يهبط لك مسؤول يمشي يصور معاهم، وكم كوا هنا على ايفينمون ولا يباهم. ريالمون حال لي زونديكابي في تونس مش كيما هكا. لي زونديكابي في تونس ما يسمع بهم حد، ما يحس بهم حد. اي معناها جو مو تروف شونسو اني معناها توجدت في فامي يا برشا ما سلمتش فيا. ما نجمش بالحق باللي احكي عليهم نحكي عليهم ونشكرهم، ما نجمش نعطيهم حقهم خاطر صوروا لي زاني 90 ان جون كوبل 25 26 اول طفل. والناس الكل تعرف ولهنا ما شاء الله احضان الكاتب العام والمسؤولين الكل يمكن هما يعرفوا الاحساس هذا. معناها تكون بو؟ معناها تكون بارون؟ يعني تخيلوا ان جون كوبل في زاني 90 يقول لهم بيب ولدكم ينجم يعيش، ولدكم ينجم يموت، حتى كان باش يعيش راهو ما نجمش نضمن لكم انه باش يعيش بصفه عاديه. برشا عباد كي يجبد على الريسك يقول لك ديما ماذا بيا ناخذ طريق معروف ام بلس ا ايكال دو. بابا وامي الحقيقه عملوا حاجه ما ينجم يعملها حد اللي يسميها بالانجلي The gamble of a lifetime. The gamble of lifetime شنو معناها؟ كنت ديما في الصغر نسأل أمي نقولها علاش ربي اختارني من بين قداش من عابد؟ علاش؟ هانديكاب بالنسبة لي كيما الغول، ما حبيتهاش. كنت ديما نشوف الصغار في الحومة يخرجوا يلعبوا ويتحركوا وأنا قاعد في كرسي. علاش؟ كنت ديما تقول لي ستين تيست. ربي اختارك باش يبتليك. مي ريالمون نجمش طفل عمره 6 ولا 7 سنين باش يقتنع بريبونس كيما هكا. للي نهار قررت قلت عزاد سا سوفي يزي، ما عادش نسألو توا وقت باش نخدم. الور الور دونك دخلت ليكول بريمير عقرب، ايجا ايور بريمير اني نتاعي في ليكول بريمير عزيتها في اجيب ليكول لي زونديكابي في تونس، خاطر وقتها القانون التونسي كان قانون جائر. لي زونديكابي ما عندهمش الحق يقروا في ليزيكول نورمال كيما العباد الكل. من بعد اللي كملت البريمير اني نتاعي لا قانون جديد اللي هو قانون ادماج لي زونديكابي في المدارس العاديه. خالد نقرا في المدرسه العاديه كيما العباد الكل. بورتون كانت عندي مشكله، ما كنتش نجم نشد ستيلو. وبابا كان يحاول معايا يروح الست نتاع العشيه نتاعو من الخدمه يتهيش الكرتاب ويتهاجم فيه، شرا لي انواع وين تتخيلها في بالك الكل. فما حتى ستيلو امبورتي من برا شراهم لي باش نجم نكتب. فما حكاية ديما حكاية العباد يقولوا لي عسير ان شاء الله عليك وتبارك الله اللي وصلت وكذا وكذا. اني في الصغرى كي كنت في المدرسة كي نكتب في الحروف، اي با كنت نكتب في الباب
القلوب حاجه هذه فهم القلوب فاش عبيد يحشو به يقول سيس بيبيد علاش يحكي فيه مي حكيتها لكم بالعاني واكسبري انه راهو الانسان كي يحب ينجح مهما كانت لي زوبستاكل اللي فور راهو اي ايس وحتى كي يطيح يعاود يقوم دونك بعد الانترودكسيون صغيره هذه باش ندخل في حب الموضوع والتام اللي اخترته باش نحكي فيه اليوم اون فيت ويسك الحاضرين معنا الكل ريسك ايزيتيديون فما مشكله في تونس عندنا اللي هي يقول لك نقرا حاجه ما نحبهاش فما برشا عباد كي تسالوا تقول له واش فيك وصلت هكا في القرايه يقول لك والله السكور نتاع الباب ولازوني على حاجه ما نحبش الشعبه وكذا اي با باش نحكي لكم حاله صارت معايا بالضبط وقت اللي دخلت السكوندير كانت عندي ميول لللتر كنت نقرا برشا كتب ونكتب كنت عامل اني عامت دوزيام اني في التوجيه باش نمشي لاتر وباش نكمل في اللاتر وقت اللي جيت باش نختار التوجيه بحكم انه التعليم قال لي لا سبيل اليه باش تمشي لاتر قلت له باهي ايجا نتناقش شنو الحجه نتاعك قال لي الاتر في تونس مفيهاش مستقبل مشيت نلوج شنو هي لي زوتر اوبسيون اللي عندي في التوجيه كان موجود ايكونومي جيستيون كان موجود دوزيام سيونس وكان موجود لانفورماتيك ليكونومي وجيستيون ما نحبوش قال عندي لانفورماتيك والسيونس المشكله في شعبة السيونس في السكوندير انها معناها سي اون سيكسيون بييج علاش سيكسيون بييج خاطرك عام فروازيام اني سكوندير تاعك مش تعاود تتوجه دونك خممت من بعد فروازيام شنو هي لي زوبسيون اللي عندي كاين فما مات كاين فما تكنيك وكاين فما سيونس الور فروازيام مات نخدم المات مش ما نخدموش اما ماهوش بريمون حاجه نحبو باش نجم نبدع فيه خاطر اذا كان تحب تبدع في حاجه راهو اهم باش تقول لي نخدم برشا اذا كان ما تبداش باسيوني الحاجه راك ما عندك وين توصل بقى عندي التكنيك والسيونس التكنيك والسيونس ما عنديش حتى ميول خاصه لي ما يعرفونيش دونك الحل الوحيد كان عندي سيونس دو لانفورماتيك كي روحت البابا قال لي شنو باش تعمر في الورقه التوجيه قلت له مانيش باش نعمر حتى شعبه ما هي عاجبتني قال لي بالحرف الواحد ومازلت نتفكر كلمته قال لي مادام مش عاجبك شيء مش لازم تقرا خليك في الدار قلت له وقتها راهو في البلاد هذه اذا كان مانيش باش نقرا وباش نوصل راني باش نبقى ملوح باش نبقى رهينه في تركينا وعلى المجتمع دونك ويسك ما بقى لي كاين سيونس دو لانفورماتيك مشيت سيونس دو لانفورماتيك اما كانت فما مشكله البروموسيون اللي قبلنا سيونس دو لانفورماتيك الكل هم عامل في الوزيام اني عاملوا ريوريونتاسيون يمشي نسأل وعليش عملتوا ريوريونتاسيون بالعكس سيونس بالانفورماتيك شعبة جديدة وهي المستقبل جبتوا يحكولي على ماتيير يقروا فيها اللي هي الالغوريتميك والبروغراماسيون قالوا لي ماتيير صعيب ياس انا جبناهاش ونهربوا منه قلت ما حتى صعيبة جاب لي دي في وباش ناخذ فرصتي للاخر مشيت انفورماتيك عند دوزيام اني قريت عند البروف وبالمناسبه نحب نقدم لها تحيه بعد الام سميره سلطان هي تقري فيها في البروغرام مصر الدام سميره سلطان حاسبني من اول سيونس اللي انا خايف بعد ما كملنا السيونس جيت سألتني على زين شبيك ترى مدام راهو العباد مخوفتني من البروغراماسيون وخايف ما نقدش روح قالت لي عزين هاني معاك اذا تخدم راك تالي افكتيفمون عام دوزيام اني كانت ديما بعد كل سيونس
مدلي سيريد كل عزام ضوط واحد حاسبني به ونروح للدار أسهر ساعات أنصبح ونمشي نهزلها السيري وتصلح كملت دوزيام اني نتاعي وانا الاول على البروموسيون نتاعي وعندي ميور نوت في البروغراماسيون. عملت دوزيام اني نتاعي قراني بروف جديد في البروغراماسيون يقول لي الاليف لازم يعمل على روحه من الدور خاطر كي باش تمشي للفاك البروف افورسيمون انه باش يبقى يعطي فيك في الكور ديتايي ولا باش يبقى يعطي فيك في اللي فيه دونك لازم يلعب من توا يعمل على روحه. مالوريزمون وقتها ما كنتش نعرف الحقيقة هاي. جيت بوفوار دو كونترول الأولاني، إي بان خديت في البروغراماسيون 9.75، إي نعم، عزيزي اللي كان عنده دوزيام أني عنده ميور نوت في البروغراماسيون، خديت 9.75، روحت للدار، قلت شنو هي الحكاية؟ دوينا حديت العباد الكل، قلت لي حتى حد انصحني بالشعبة هاي وحتى في الكونسيت بكلاس حتى حد موقف معايا كان بروف سبور اللي هو ابعدني معناها على السبور كانوا خلوه ما دام مشى انفورماتيك اكيد عنده برنامج دونك روحت بابا وريته الكوبوار قلت له شوف نحبك تمشي لاشي للمكتبة شوف لي لي باراسكولير الكل تاع البروغراماسيون جيبهم لي ما يهمنيش خمسة ستة اللي هو جيبهم لي جيب لي موجود في المكتب ومن وقت سيبت المات وسيبت الفيزيك نخدم كان في البروغراماسيون اصباح وعشيه وليل ونصر ونهبط من الانترنت ونخدم وليت حتى ساعات كي نبدا نخدم في بروبليم ساعات كي نتعب نخليهم ونرقد كي نرقد يبدا مخي يدور ونحلم بالسوليسيون ونصبح ذيك الخمسه نقول قبل ما السوليسيون تهرب من مخي نمشي نكتبها ديريكت نمشي نكتبها ديريكت وبعد نمشي للبروف ونقول له شوف لي الاكزرسيس هذا صلحه لي يقول لي ايفا سوليسيون تاعك بارفيت الالغوريثم بارفيت عملت الباك نتاعي اللي هو لابيد ديسيزيف بالنسبة للزيلاب الكل وقتها كان عندي ان اوبجيكتيف الاوبجيكتيف نتاعي عملت الباك كنت نحب نقرا سيكل انجينيور في الانسات نسمع برشا على الانسات ولي كلوب ونيفو وكذا الاوبجيكتيف نتاعي اني نمشي للانسات قلت عزيز لازم تخدم سيستيم جيش لا تلفزه لا انترنت لا اورديناتور الاوبجيكتيف نتاعك باش توصل للانسات اي با عملت مجهودي خاطي 8 سوايع تاع الليسي اقل حاجة كنت نخدم 5 6 سوايع علاش 5 6 سوايع خاطر هو سامبلومون عارف لو بوين فيبل نتاعي اني في مانيش ذكي برشا اي جو لو دي اونكور مانيش ذكي برشا ساعات فما حاجات باش نفهمهم لازم نعاود مرة واثنين وثلاثة اما الاكسبيريونس هذي خلتني نخرج بحاجة انه كي تحكي على العبقريه والذكاء فما نوع حد ما يعرف اللي هي اللي نسميه العبقريه في العمل العبقريه في العمل شنو معناها راهو كي نولدوا الناس الكل رانا الكل كيف كيف ودي فيزيك كل كيف كيف كلنا عندنا مخاخ كلنا عندنا ودنين كلنا عندنا دين كلنا عندنا سكين شنو اللي تفرق مخك في اللي تازيرو يعني ادخل شوية ودي سيستم بينير لو مخك العباد الكل في تولد مخيخة في الليتا زيرو دون كمون بوتون شونجي الليتا بتاع مخك من الليتا زيرو لليتا ان الحاجة هذي تصير كام بالخدم راك إذا كان باش تعمل على الذكاء نتاعك باش يجي النهار والذكاء نتاعك باش يخونك إي نعم باش يخونك دونك الخدمة راهي لازم الور دونك ارجع لحكايتنا عملت الباك ريماستر الاولى والثانيه خدمت خدمه جبار وعملت الباك الخدمه عملت الباك الى حد الساعه هذه رغم اني تحطت في الفاك بعد خدمت وعملت برشا حاجات باهيه
اما ديما عامل باك قال لي ريفيرونس قال لي ريفيرونس في حياتي انه الخدمه اللي خدمتها خدمه نتاع عمر كامل ماهيش نتاع عام برك دونك في جانفي 2012 مرض بالسينوزيت السينوزيت هذه مرض سورتو في الشتاء قلق برشا خليك ماكش كونسونتري في أغلبية الوقت وتخليك فاهم كي مشيت نحكي مع الطبيب قال لي اللي لازمك أسنان تعمل عملية قلت له باهي باش نعمل عملية وشنيا باش نعطي في المقابل بازر يعني باش ندفع حاجة قال لي راك أنسى الباك ماكش باش تعدي الباك وقتها جتني شوك يعني الثلاث سنين اللي مشيتهم انفورماتيك وعقد عليهم وضحيت كذا باش يجي هو يقول لي توا الباك باي باي قلت له شو ما يهمنيش اذا كان اثناء اخر عام في عمري ما يهمنيش حتى اذا كان يقولوا لي غدوه راك باش تموت بالنسبه لي راهو ما شتني على البيت نتاعي كان الموت هكا هو إيفا جاء في العام وجاء وادومي وادومي هو بالنسبة لجماعة الانفورماتيك هو البيريود متاع الباك براتيك وادومي زاد سهرت فيه سير بريز ما كنتش متوقعها وهي اللي بعد قلبت لي حياتي خويا الصغير سميح اقل مني عام اما قليلا مع بعضنا بحكم اني في الكول ديزوني كامبي نقرا سنه اولى عامي عمل ان اكسيدون بالكهرباء لي تصابح باش نمشي نعدي بحق راديك ليلتها ساعة ما جانيش النوم نخمم سميح خويا اللي عب معايا وكان رغم اللي هو خويا الصغير كنت بتعرف نحس خويا الكبير خاطر في الليسي عقد برشا كنت دوب دخلت الليسي كان عندي شهاز انويل كيما هيك ما كانش عندي شهاز الكتريك قال لي يا ولدي خوك لاباس انا سالنا عليه في السبيطار قلت له مانيش معاك حصيلو اللي طلعوني بالسليح دخلوني للصال وكلموا له بالبروف اللي يعس قالوا له راه عنده كا وكذا حاول ما عرفش كان يستحق حاجه هاو كان في محلات نهارتها عديت ليكزامان تي بي اي با خديت با مالغري تو دونك عدت الباك وطلعت الريزلتا تاع الباك طلعت ولاني على البروموسيون تاعي عندي ميور نوت في البروغراماسيون في تونس الكل يزنفتني جاء وقت التوجيه وكنت فرحان برشا انفا عزين اللي عقد علي واللي حطيته في مخك صاي راس وصلت عمرت وقت التوجيه حطيت اللي نصات لولاني كي طلعت الريزلتات تاع التوجيه اللي نصات قبلتني وكنت على اساس نحضر في الدبشي باش نمشي نقل ايبا تفاجئ بالدار قالوا لي عزين ما عندك وين ماشي اكش باش تخرج من الجندو يا لور علاش مش باش نخرج من الجندو تعرف هو كان ريفيو اني سامح خويا ونافش نشرب باك باك مع بعضنا وباش نمشي نقرو في تونس ويسك سامح خويا عمل لاكسيدون وما عندش الباك دونك البروغرام اللي عملناه الكل احفل منه ونرجع ديما ونقول الغول اللي كان عايش في وسطي اللي هي لومبي كاب انا عرفت قولش عامل علي بالعاني ديما يجيني في الاخر ويقول لي ستوب اتقدمش دونك قالوا لي فماش ماشي لتونس فماش لي صار باش تقرا في جندوف بالحق في اللحظه هذيك ما نعرفش واش حسيت حسيت كانه واحد غفلني ايه عليه حسيت انه اللي عدى لي كنت احمل ما دونك قلت عزين مش مشكل اللي انصاد واللي تتعبت عليه ضيعته
انا ولا عندي ان اوبجيكتيف جديد اللي كنت باش نعمله في الانسان باش نعمله في الفاكولتي تاع جندو ما يهمنيش قديش باش يشد من عام عامين ثلاث سنين اليوم اما اللي في مخي راني باش نعمل اخترت انفورماتيك دو جيستيون وكما حكيت لكم في بدايه السبيتش والتيم تاع السبيتش انه كيفاش توصل تغير مصير كيفاش من شعبه ما تحبهاش توصل تعمل حاجه تقدرها كي دخلت نقرا انفورماتيك دو جيستيون في فاك جندوبه لاحظت حاجه البروغرام شارجي برشا واللي ما كبير فوق بعض وال الكونتوني علي مدير بازيك على الاخر ما مش نحتش الباك باش يعاود يقروني الالغوريتميك من الاول ولا يقروني سيستم ديكسبلوطاسيون من الصفر وكذا كنت عازم معناها في الاخر كي باش تكمل ثلاث سنين نتاعك وباش تاخذ الدبلوم راك باش تخرج بصفر اي جي دي بي صفر ديجا هذه هي المشكله في تونس برشا عباد يقول لك عندي دبلوم وما نخدمش بطال من حقي اني نخدم توا التعليم في تونس يخدموا بالبروغرام عنده 25 و 30 سنه وسيرتو في الانفورماتيك كل يوم راهي تطلع حاجه جديده معناها المشكله وين انه ديما فما ديفايونس ما بين المارشي واللي اقدرها في الفرق دونك باش نحاول نوصل توا اللي نحب نوصلو حطيت لوبجيكتيف نتاعي قلت عزان عندك اي اف او في التروازيام اني نتاعك باش تخدم علي باش تعمل حاجه جديده ما كانتش عندي فكره شنو باش نعمل سخرت وقتي ليل مع النهار اقرا في الكتب عيشت قرايتي وليت حتى في الفاكولتي ما عادش نحكي ايبا قعد عامين عام التروازيام اني نتاعي جاتني فكره البي اف او جيت ديك تاع بي اف او بديت نخدم عليها جونفي 2014 كي بروبوزيت على البروف حتى البروف ما حب يون كادري قال لي عزين راهو البروجي تاعك كبير وماهوش بي اف او معناها جو تو كونسي بدل السوجي اي با انا كنت مصمم اني باش نخدم السوجي هذا انا مهما كان الثمن للي بروبوزيت السوجي فينالمون على مسيو رياض مسلم واللي هنا نحب نوجه له تحيه كبيره 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 برشا مسيو رياض مسلم مالغري تو مالغري السوجي كان كبير برشا عطات اللي تيقتو فيا للاخر كي بدينا نخدموا على السوجي كنت نعرف اللي اذا كان مانيش باش نضحي مانيش باش نوصل نكمل دونك ديسيزيون كانت لي جو فيس اكتيفي دو سيمستر من الباركور نتاعي دوزيام اني دوزيام سيمستر تيرمينال سيمستر الاول اي با فينالمون طلع الريزلتا تاع السيمستر الاول عزين جايب 9 اي نعم عزين جايب 9 بابا من وقتها ما عادش يكلم بابا ابارتير من طلع الريزلتا تاع السيمستر الاول جونفي حتى يمكن البي اف في مين بابا ما يكلمنيش بابا بدخل الدار يقول له السلام يحكم في الفاك اكولتي البروفيت نتاعي يكون متغشي ما يكلمونيش يقولوا لي عزيز نحن كنا متوسمين فيك خير وتبارك الله عليك وكذا وكذا سكرت بدنيا وسكرت عيني وكملت نخدم ايه بقى قعد في السوتونس البروجي نتاعي هذا هو نفسه اللي عدت عليه وضحيت على خاطر اختاروا ميو سوجي في الفاك فور لاني انيفرسيتير ما نجمش نوصف لكم فرح كي انفا بعد عبد قديش من عام لكن هو اللي كان عايش في وسط في وسطي قال لي عزنت باي باي شنو نمشي على روحي دونك علاش حكيت لكم الحكايه هذه الامام تاع السبيتش باش نقول لكم راهو لا كلي يو سوكسي عندكم انتم والكوره راهي ديما عندكم انتم
مهما كانت لي زوبستاكل، مهما كانت الاعواق، لازمكم تمنوا برواحكم وتمشوا لقدام. جست في الاخر قبل ما نختم، عندي سيربريز. الورد اللي جبتها معايا بالسبيتش باش تبقى لاخر الايفينمون، وفما سيربريز ان شاء الله. راني ما تكريس بحذانا هاي وما دام مل تو تكشف عليه. انا فرحان برشا مره اخرى اللي جيت بحذاكم. ميرسي بوكو. Il poursuit ses études en cycle d'ingénieur, puis au sein de l'école pluridisciplinaire internationale. On lui souhaite bon courage. Vous avez un petit peu de temps. Une attestation, donc.